اهلا وسهلا فيك دكتور عماد رد. اهلا وسهلا فيك. عم نختم الاسبوع معك. اليوم بدنا نحكي عن الزعيم الايطالي موسوليني، هالشخصيه يلي تركت اثار سيئه ان كان بحروبها او باجرامها، واللي ارتبطت ايضا بالزعيم الالماني هتلر. نعم. يعني كانوا كانه مرادفين لبعضهم. صح. بدايه لنعرف هالشخصيه يلي اثرت هالقد بالتاريخ وتركت هالعلامه المهمه، كيف كانت نشاتها طفولتها علمها، كيف تعلق كيف كل شيء عن يعني موسوليني؟ اسم موسوليني مرعب. وقت نقول موسوليني يعني قال اجرام قتل مثل ما حضرتك قلتي. بس رح احكي عن طفولته. خلق موسوليني بنته موسوليني، واذا بدك بنته اندريا موسوليني نو كومبوزي اسمه. سنه 1883 بشمال ايطاليا، بعائله فقيره جدا، بي بيشتغل حداد وامه معلمه مدرسه، بس البي اشتراكي. بيكره كل شيء اغنياء، كل شيء رؤوس اموال، وبيكره الكنيسه ورجال الدين. الام بتعلم مدرسه كاثوليكيه بسيطه مؤمنه قلبها طيب، جربت تاخده على الكنيسه تجيبه لعميلتها. في صراع داخل البيت كان ياخذ من بيو اكثر، اخذ من بيو لانه بيو كان صارم. وحازم، وطبع بيو كان قاسي ميل لبيو. وبطفولته كان موسوليني مأذي بالمدرسه، مرتين ضارب الاولاد بالسكينه، بالكنيسة كان يقف ورا ويشبق المؤمنين اللي عم بيصلوا بالحجارة. يعني من صغره هيك، من صغره شحطوه مرتين من المدرسة ومنعوا الأبونا يفوت على الكنيسة كذا مرة، منعوا يفوت على الكنيسة. طفولته كان شقي جدا، بأكترية اللي بيعرفوه بيقولوا كان يستثمر ذكي للنوايا السيئة. سأشار. وقتها صار بعمر المراهقة كمل علمه، خاصة بيو حطه بمدرسة داخلي، كمل علمه وعمل ناظر مدرسة. بس وقت كان ناظر بالمدرسة كمان يستثمر أفكاره للتبشير ضد الكنيسة ومدرسة كاثوليكية ضد رجال الدين، وكان يستعمل أكتر شيء ذكي ليبشر بالاشتراكية. إلى أن جاء وقت التجنيد الإجباري، هرب من إيطاليا، راح على سويسرا. بسويسرا صار يشارك بالمظاهرات العمالية، صار يدعي إلى إسقاط الحكومة. تصور مش بدولة يعني، هون كانت البداية لحتى وصل لاستلام الحكم، يعني تقريبا هي انطلاقة صغيرة. انطلاقة صغيرة من بعد ما صار بسويسرا يشارك بالنشاطات العمالية، انشحط من سويسرا راح على النمسا. بالنمسا صار يشارك بالانتفاضات العمالية وعمل البناء ويدعون إلى إسقاط الحكومة، ردوه على إيطاليا. بإيطاليا اندلعت الحرب العالمية الأولى. هون صرنا مثل ما حضرتك عم تقولي انطلقت حياته السياسية. سنة 1918 وتخلصت الحرب العالمية الأولى، الحزب الاشتراكي اللي هو كان منتمي له شحطه، مع انه صار يكتب بمجله اشتراكيه وتزعم فتره معينه الحزب الاشتراكي بنابولي مطرح ما هو كان عنده جامعته. شحطوه من الحزب لانه بلش يفكر بقضايا القوميه تبع ايطاليا. في صار في بداخله شخصين، شخص اشتراكي وشخص قومي ايطالي. راح للقومي الايطالي، يعني ايطاليا هي القوه، ايطاليا هي العظمه، الايطاليين اذكى شعب بالعالم، ايطاليا لازم ترجع امجاد روما القديمه قبل المسيح. يعني وهي اصلا حيلا زعيم يقعد يخاطب شعبه بهالطريقه القوميه ويقول له انت اذكى شعب واعظم شعب وافهم بجيشهم، شيء طبيعي. ترامب هلا عم يعملها، يعني مشان هيك انتخبوا. من هالمنطلق صار عنده جماعته. سنة 21 نزل على الانتخابات النيابية، سقط، ما ربح ولا نايب. سنة 22 بسبب الوضع الاقتصادي السيء، جوع، بطالة، فقر، كثرة جماعته، صار 40 ألف واحد يؤيدونه، يعني ماشيين وراه. بسنة 22 عمل مؤتمر ودعا إلى الهجوم على روما. بعد منه شيء ما عنده نواب، الزحف على روما، سميها الزحف. طلعوا بهالبسيط بهالترينات ونزلوا على روما. وصلوا على روما هو وياهون، بيقوم الامبراطور ملك ايطاليا بيقول له يا خي رح نعينك وزير، روق، رح نسلمك وزاره. قال له ما بقبل وزاره، بدي رئاسه الوزاره. ساعتها رئيس الوزراء خاف منه، قال له انا بستقيل للامبراطور عمانوئيل الثالث. استقال وعينوا موسوليني رئيس الوزراء. هون استلم السلطة، يعني حتى استلم السلطة بالإرهاب بالقوة. والتخويف. صح. وبالقوة، بالقوة. هو كان يعتمد القوة، وعطول عنده شعاره بالقوة بنقدر نحصل على كل شيء. مرعب يعني. وعطول كان يقول الزعيم على حق، يعني شو ما بنقول كله غلط اذا قال الزعيم. صح. مش وطني يعني على حق، الزعيم هو الزعيم على حق. الزعيم على. صح. حق. طيب اللقاء كيف التقى بهتلر؟ المفارقة انه قد هتلر وصل بالعظمة باوروبا،
كان مثاله الاعلى لهتلر موسوليني. هيدا الفارق يلي بدنا نطرحه يعني، انه هتلر كان معجب بموسوليني بالوقت اللي موسوليني ما كان يعجبه هتلر، ما بيعجبه هتلر وبيعتبره مش ذكي ومنه منيح ومش شاطر بالسياسه، لان هتلر عسكري موسوليني سياسي. كان يعتبره مش ذكي لهتلر، كان يعتبر انه هتلر بده يخرب المانيا، كان بده انه هتلر يتبعه. انقلبت الايه، بس نهايتهم بشو توحدوا؟ بالتفكير الاجرامي. بالحقد، الحقد ضد الاخر، معامله الاخر اللي بيعرضنا الراي، يعني انا بيعرضني الراي مش انه بقنعه، بقتله، بقتله مشان الحروب، مشان الحروب، باخضاع الدول الاخرى. يعني احنا باوروبا كنا طالعين من الحرب العالميه الثانيه الاولى، صاروا عم بيحضروا الحرب العالميه الثانيه، والطريقه اللي بيحكوا فيها الشعب اثنيناتهم جماعتهم، يعني بيحكي الطليان بيحكي الالمان نحن اعظم شعب اقوى شعب ونحن عندنا السلاح. ورح خبر شغله عن تعبئه الراس، يعني تعبئه الشعب بهالطريقه عم نجيشهم. بس الفرق بين موسوليني وهتلر، هتلر وقتها كان يقول له نحن اقوى شعب واعظم دوله، كان عم يفعلها. موسوليني كان عم بكذب وصدقوه الطليان، يقول له نحن اقوى قوه عسكريه باوروبا، ما كان عنده شيء، ما في شيء، ما عنده لا طيران لا عنده دبابات، كان خسرانين بالحرب العالميه الاولى، صدقوه. والاكثر من هيك الفرنساوي والطليان والانجليز خافوا منه على حكيه، انه يسر لك شو صار قوي هذا من بعضهم خسرانين، صار يتمرجل عليهم موسوليني بالحكي، يخافوا منه. يخافوا منه. مشان هيك وقت راح احتل الحبشه سنه 35 وفات على ليبيا وهاجم ليبيا، سكتوا الفرنسوي والانجليز، خافوا منه. هيدي اللي جمعت بين هتلر وموسوليني. هتلر كان دام ولا موسوليني باستعمار او شن الحرب على اثيوبيا؟ ما هو هذا اللي ايده رجع وقت فات على ليبيا، ايده هتلر، هون رجعت تقربت الوجهات النظر بيناتهم. نعم. وصرتوا انه اثنيناتهم بيكرهوا اليهود. اي صحيح، هذا اللي يعني صاروا يتباروا مين بيعامل اليهود بطريقة أسوأ. صار طيبيض وجهه موسوليني مع هتلر، صار ياخد إجراءات ضد اليهود، قشطهم الجنسية، منع زواج الإيطاليات من اليهود. يعني أنا شوف أنا شو بكرههم أكتر منك، لازم يكون أنا حدك. هذا من الأمور اللي جمعتهم. صح. كيف كانت نهايته؟ يعني نهاية مأساوية جداً. من بعد ما استلم الحكم سنة 22 واستلم السلطة الكاملة سنة 25، سنة وقتها علقت الحرب العالمية الثانية، موسوليني خسر بكذا معركة. وشو كان يعمل؟ كل ما يخسر بمعركة يطلب النجدة من هتلر، وهتلر كان يساعده، هتلر كان يساعده، كان يحبه. مثلا بعطيكم مثل صغير، باليونان ثلاث معارك باليونان خسرها، معركة ليبيا خسرها، كان دغري هتلر يلبيه. معروف انه هتلر عسكري ذكي، وبين انه موسوليني منه ذكي ابدا. من هالمنطلق كان يدعمه. بنهايه الحرب العالميه الثانيه قبل ما تخلص بشوي صغير يسقط هتلر، وصلوا الحلفاء يعني فرنسا بريطانيا والولايات المتحده الامريكيه على جزيره صقلية. ساعتها وتحسوا الطليان انه نهايه موسوليني قربت، انقلب الشعب على موسوليني. لان هو قايل لهم وقت استلم الحكم سنه 22، اذا ما وصلتكم للعظمه والقمه اقتلوني وعلقوني من اجري. هو اللي قال لهم، هو قال لهم علقوني من اجري. انقلبوا عليه، لقطوه حطوه بالحبس. اجت فرقه كوماندوس المانيه، تصوروا بعد قد ايه يعني، المانيه خلصته من الحبس واخذته على ميونخ. بيقول له هتلر يا عم شو قصتك؟ كل مره انت بتوصل لمطرح معين برجع انا بنقذك، انت لازم تكون قوي، رجع على ايطاليا ورجع عمل حكومه. جابه على شمال ايطاليا ورجع عمل له حكومه، ولكن كان الشعب الطلياني مش طايقه، والحلفاء وصلوا على قلب روما. ساعتها هون موسوليني قرر يهرب، لا على المانيا ولا على ضيعته، قرر يهرب على سويسرا. طلع بسياره تاكسي، دفع له مصاري كثير هو وصديقته يلي كان عم يعمل مثل هتلر، يكون عنده صديقه غير مرته وعائلته، قعدوا بصندوق السياره وطلب منه يروح على سويسرا. بنص الطريق بيوقف شوفير التاكسي، بينزلوا من الصندوق بقشطوا البارودة تبعه وبيقول له أنا باسم الشعب اللبناني الإيطالي بكمشك. دق للبوليس، حكاهم أجوا لقطوه وأخذوه على القتل. أو عشيقته؟ هو عشيقته، اثنيناتهم بياخذوهم بقوصون. وهو هتلر سوري موسوليني بشيل الجاكيت بيقول له قوصني بصدري مثل ما أنا كنت أقول. ومن بعد ما قتلوه
علقوه باجريه مثل ما هو طلب هو وعشيقته وابرز ثلاثه من معاونينه من بعد ما اكيد نكلوا فيه وقتلوا اللي ابرز المعاونين كانوا 15 اللي ما تخلوا عنه وعرضوه من 5 ايام بالشوارع تيتاكدوا انه موسوليني المرعب ميت. ضلوا لسنه ال 57 محطوط بمقبره للعامه يعني سنه 57 نقلوه عملوا له مقبره خاصة فيه بضياعته. يعني مش بس كان مجرم بحق العالم ولكن كمان كان بده انه يصير فيه اجرام بحقه هو. مزبوط. هلا هو يمكن مش اجرام بقى بحقه لانه يمكن هو كان عم يتعاقب من قبل الشعب ما بعرف. يعني فينا نقول بطريقة اخرى انه دفع ثمن اعماله هو وهتلر يعني وكتار من الزعماء اللي استعملوا الدكتاتورية واستعملوا الفاشية والنازية بالطريقة اللي استعملوها هتلر وموسوليني وصار فيهم هيك. هيدي عقاب الارض قبل عقاب السماء. صحيح. دكتور مراد، موسوليني الدكتاتوري الفاشي صح الفاشيست، شو يعني الفاشية؟ الفاشية الكلمة المضبوطة المضبوطة هي كلمة رومانية. شو يعني؟ قد ما بحب هو روما القديمة وكان يلعب على الوتر القومي يقول لهم بدي رجع لكم أمجاد روما وبدي أعمل البحر الأبيض المتوسط بحيرة إيطالية مثل أيام الأباطرة الرومان. بس هذا حلم ما بيصير يعني. استعمل كلمة فاشية هي الصولجان اللي كانوا يحطوه للأمبراطور وقت يمشي بيناتهم، هو مثل عصا مذهب وفضة يمشي الأمبراطور الروماني بيناتهم، أخذ هالاسم منه قد ما كان يحب روما القديمة. بينما هي إلى معاني أخرى يعني مثل الفاشية يعني هن السوار السوار الاشتراكيين. بعدين صار الفاشية هو الزعيم. يعني مثل هو كان يسمي الفاشي بنيتو موسوليني. مش هناك أخذنا هالكلمة، بس هي أصلا الصولجان الروماني. الصولجان الروماني يعني في كتير عبر يمكن ناخدها من وراء قصص زعماء مثل كمان مثل موسوليني. انا بدي اخذ، اذا عم تساليني بدي اخذ تربيته. تربيته مثل ما فاجأتكم وبتفاجئ كثير من الناس، وقت كنت خبرها لتلاميذي انا كان لازم موسوليني وحتى هتلر ينعرفوا انه بده يعملوا هيك بالمستقبل ويتتخذ اجراءات او تدابير ان كانت شوي قاسيه او كانت تربويه قبل ما يعملوا هيك. مثلا هل روح الشر اللي فيه موجود من هني وصغار من هي وصغير كان لازم يضبطوها عن طريق بسيكو في مدارس وجامعات كان لازم يلقطوه تما يوصل لهالحاله. كان لازم المدرسه والاهل وحتى الام لو بتاخذ اجراءات ضد ابنها كان لازم يداركوا هالوضع. هاي العبره الاساسيه. وحتى بعمر المراهقة كان لازم المخابرات الفرنسوية والمخابرات البريطانية والحكومة الإيطالية ياخذوا إجراءات بحق شخص قد يسبب الأذى لبلده. ولكن لو كان هيدا الشيء صار ما كنا عرفنا شخصية بالتاريخ اسمها موسوليني يلي اقترفت يلي وقعت عن جد. يعني مش معقول يعني التاريخ في عنا هتلر في عنا يعني موسوليني يعني انكتب التاريخ. يعني هو لو كان منيح لو عنده شغلة إيجابية ما كانوا التليين أو ما كانوا الألمان بيحبوا هتلر ما كانوا كانوا حبون. حتى اللي عملوا بليبيا 40,000 قتيل بيروحوا على ليبيا. قبل ما نختم دكتور مراد، العقاب يلي ناله موسوليني اللافت انه بالتاريخ عم نحكي عن الحرب العالميه الاولى والثانيه اللي هن مش كتير بعاد بالتاريخ كان الشعب يفتعل برئيسهم او بزعيمهم هالطريقه. يعني كان ياخذ حقه الشعب بهيديك الايام. مزبوط. لافت هيدا الشيء يعني يعني في اجرام في حرب بتلاقي الشعب كمان عم يمارس هالحق اللي هو لإله. انا في انا هل هو حق لإله للشعب انه يعمل هيك؟ بياخذ نقطتين. نحن عم نحكي مثل ما حضرتك قلتي بعصر حديث ومعاصر. صحيح. معاصر يعني نحن هون كان الشعب بلش يتعلم. كان صار في نوع من الثقافه السياسيه. مش عم نحكي بالقرون الوسطى ولا عم نحكي بالقرن السابع عشر والسادس عشر. هلا صار في ثقافه. اول شيء الظلم اللي عملوه الحلفاء بايطاليا والمانيا بعد الحرب العالميه الاولى خلت الشعب يعبي منهم. هي اول غلطه. ثاني شغله صارت حضرتك عم تسالي انه انا صرت اعرف ميز انه موسوليني غلط. وقت وصلوا الفرنسويه والانجليز والامريكان على جزيره صقلية قرروا يحاسبوه. مشان هيك ايدوا الحلفاء صار في دعم لهم صار في قوه وعرفوا انه غلطان ما مشوا معه للموت. انه لا بنوقف بوشكم
حتى ما تفوتوا على ايطاليا، لا موسوليني غلطان، عرفوا انقلبوا عليه 100%. يعني اول نقطه انه كان الشعب عم ينتقم من الفرنسوية والانجليز، ثاني نقطه انتقم من موسوليني لان غلط بحقه. دكتور عماد مراد، نحن بننتقم فيه، بننتقم منك لما بنطلب منك دائما تكون موجود معنا. انا حاضر، هيدي طريقه انتقامنا منك. انا حاضر، ميرسي كثير، حاضر، لانه كمان الناس مبسوطه بالفقره فعلا وعم تحضرنا، نشكر الله. انا حاضر لهالعمل ده، ونحن معنا الشيخ دكتور عماد مراد، اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك مشاهدينا.